صراحة اليوم إحساس خاص جدا وفي ظل هذه الظروف اللي كتمرها المنطقة ديال الكركرات وبعد البطولات القوية اللي دارت القوات المسلحة اللي أنها تمكنت أنها تجري على عصابة المرتزقة والناس اللي موراهم. أهم شيء أن احنا الآن كنتواجدوا في الوطن ديالنا، كنشوفوا الوضع كيف ما هو، كنشوفوا بان كاين امان، كاين حركه تجاريه الان غدا بشكل عادي جدا. لهذا فهاد الزياره اللي جات باسم الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين هي فقط باش اننا نقولوا بشكل وبكلمه واحده ان الان الجمعيه وجميع مكونات الجسم الصحفي في المغرب كيساند القوات المسلحه ديالنا في الاقاليم الجنوبيه، وماشي فقط القوات المسلحه حتى السلطات العموميه كلها، وحنا وراءهم باش اننا ندعموا الجهود اللي كيديروهم على الارض باش نقولوا بان المملكه المغربيه راها في التراب ديالها، وهن هذه الاطروحه ديال الانفصاليين ان لها ان تنتهي. وفقط كلمه اخيره هو ان احنا هنا موجودين بشكل خاص باش اننا نقولوا بان الجسم الصحفي كله وراء صاحب الجلاله فيما يتعلق بهذه المساله ديال الوحده الترابيه، والمغرب راه من طنجة إلى القويرة ولا يمكن أن يكون غير ذلك. جينا لنا باش نعبروا على المساندة ديال الإعلام المغربي للقوات المسلحة الملكية في هذه المناسبة هذه. القوات المسلحة الملكية تحت رئاسة طبعا ديال صاحب الجلالة، هو في الحقيقة مساندة ديال الشعب المغربي كله ماشي ديال الإعلام، ولكن حنا تنمثلوا الإعلام، مقاولة الإعلامية، وجينا باش نمثلوا هنا في هذا المعبر الحدودي اللي هو مهم بالنسبة للمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.